السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا مختلف، بعدنا مع موضوع السوينج، الواجهات الرسومية. اليوم رح نشرح عن اللايأوتس، اللايأوتس مانيجرز شنو هي وكيف نصنع اللايأوت. بعد ذلك هذا الموضوع، هي اللايأوت هو الحد الفاصل بيننا وبين الويندوز بيلدر، اللي هي يعني plugin تجي مع الإكليبس اللي تسمح لك انه بدل ما تكتب الكود بالسحب والإفلات ممكن تصنع الفورم، يعني مثل NetBeans. فهذا هو فقط الموضوع الفاصل بينه وبين الواجهات الرسومية عن طريق السحب والإفلات. طبعا في قبل أن ندخل للايأوت، دائما المحاضرات الدروس اللي بالخارج ما تدرس نهائيا بالسحب والإفلات. السحب والإفلات فقط للتصميم، في حال إذا أنت تريد على السريع تصمم أي تطبيق حتى تنشرها أو تبيعها للناس. بينما الدراسة الصحيحة هي أنه تدرس المكاتب بأكوادها حتى تعرف وين أن الخلل. إذا تريد تصير متطور، أو عفوا إذا تريد تكون مطور، المطور لازم يقرأ الكود. ممكن أنت تضيف أشياء كثيرة على هذا الكود، ممكن أنه أنت تعمل أشياء جميلة من مثلا تشيك بوكس ممكن فيها مجموعة خواص ما موجودة، ممكن تضيف لها لأن هي مفتوحة المصدر. جافا مفتوحة المصدر مجانية، ممكن تعدل عليها. هي مو مثل لغات مغلقة المصدر، منها المايكروسوفت أنه ما يسمح لك أنه تعدل أو أي شيء تغير في الكود المصدري، بينما جافا يسمح لك وكثير من اللغات. فإذا أنت استغل هذه الفرصة وتعلمها ككود، لا تتعلمها فقط كواجهة رسومية سحب وإفلات سحب وإفلات. بهيك حالة أنت ممكن إذا فقط بالسحب والإفلات وتصمم كل شيء بالسحب والإفلات، أوكي أنت ممكن تعمل بروجيكتس بهذا الشيء، بس إذا أنت ما تعرف خلفية هذا السحب والإفلات ما راح تقدر تسمي نفسك بروغرامر. نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو اللايأوت. لايأوت مانيجرز، في أنواع كثيرة من اللايأوت مانيجرز في السوينج، منها البوردر لايأوت، منها الفلو لايأوت، أخذنا الفلو لايأوت في كم مثال، الجريد لايأوت، الكارت لايأوت، الجريد باج لايأوت، بوكس لايأوت، جروب لايأوت، سكرول بانل، بين لايأوت، وعندك السبرينج لايأوت. فاحنا راح ناخذ مجموعه وانت ممكن تدخل على اللاي اوت وتشوف شو هو اللاي اوتس اللي متوفر عندك. طبعا البوردر والفلو والجريد والكارد والجريد باك هذا عائد لي اي دبليو تي، بينما عندك البوكس، الجروب، السكرول، وعندك السبرينج عائد لي سوينج. فاحنا بالنسبه لنا لموضوع اللاي اوت، اللاي اوت هي تقسيم، يعني هذا هسه حاليا الواجهه هي اللاي اوت، هذا طرف فيها بانل، هذا ايضا في الاسفل بانل، هذا هنا بانل، هذا هنا بانل، وهذا هي الواجهه اللي كتب فيها الكود. هذا هو اللاي اوت، اي بمعنى انت تقسم النوافذ اللي موجوده عندك. مثلا تكتب هنا لما صمموا الاكليبس، مثلا ذكروا انه الاكليبس حيتصمم وحيكون في داخله مثلا فوق حيكون فيها الفايل والاديت والسورس، ويكون فيها الايقونات، هنا حيكون الباكج اكسبلورر، هنا حيكون الكونسول، الديكوريشن والبروبلمز، وهنا حيكون التكست تاسكس. اوكي، فهذا هو معنى اللاي اوت، هذا الواجهه اللي تظهر امامك هي اللاي اوت. فاللاي اوت هو شيء جنرال، شيء عام، ممكن لاي اوت لويب سايت، ممكن لاي اوت لبرنامج، وممكن لاي اوت لتطبيق على الموبايل. هاي هي فكره اللاي اوت. طبعا اللاي اوت موضوع مهم جدا 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 في التصميم، لانه هو الواجهه اللي حيكون لك بالنسبه للمستخدم، المستخدم حيقيمك عن طريق الواجهه. فبالنسبه لنا احنا حنقرا مجموعه اللاي اوتس المتوفره في الجافا. اللاي اوت مانجر تستخدم حتى انت تستطيع انه تعمل ارينج ترتيب للعناصر اللي موجوده. اللاي اوت مانجر يعتبر مثل انترفيس وتنفذ فيها كل الكلاسات اللي تشمل اللاي اوت. فراح ناخذ اكيد امثله عليها من الاي دبليو تي وايضا من السوينج. فبالبدايه حناخذ مجموعه من الاي دبليو تي في حالتنا وجماعه اذا يشتغلون على الاي دبليو تي. انت لاحظت الاي دبليو تي هي فقط مجرد انه شيل كلمه جي يتحول الى اي دبليو تي، لكن احنا راح نستخدمها مع السوينج. خلونا نشوف الوقت اذا يسمح بهذا الشيء. الوقت 4 دقائق يسمح بهذا الشيء. اذا اول لاي اوت احنا راح نعملها اللي هو البوردر لاي اوت. فاذا هنا راح نعمل نيو بروجكت حنسميها
border layout. border layout حنعمل هنا class main، حنكتب finish، حنعمل finish مو حنكتب finish. اوكي البوردر لاي اوت تستخدم انه انت ترتب فيها العناصر، هي تعتبر لاي اوت اللي موجوده فيها في البوردر لاي اوت تعتبر خمس مناطق، هي شمال جنوب شرق غرب والوسط. شمال واحد، جنوب اثنين، عندك الشرق غرب هذا أربعة، وعندك الوسط هو الخامس. إذا هذا هو فكرة البوردر لاي اوت. البوردر لاي اوت تتكون من الاتجاهات الأربعة والمنتصف. كل ريجن كل منطقة ممكن تحتوي على عنصر واحد فقط، انتبه، أي بمعنى أنه لو أنت عملت لاي اوت ونوع اللاي اوت هو بوردر لاي اوت، أي بمعنى أنه في الشمال يحتوي على كومبوننت واحد فقط مو مثل هذا، في الشرق والغرب يحتوي كومبوننت واحد فقط، في الجنوب كومبوننت واحد، في الوسط كومبوننت واحد. أوكي هذا خليها في بالك. إذا أنه ممكن تستخدم كومبوننت واحد، يعني ممكن هذا يكون فقط بوتون، ممكن هذا يكون فقط تكست، هذا يكون تكست أريا، هذا يكون مثلا تشيك بوكس، في الوسط مثلا يكون تكست أريا. أوكي بهذا يعني بمعنى يحتوي على عنصر واحد فقط. الأشياء اللي خلينا نقول الكونستانت اللي تحتويها، الميثودز الكونستانت اللي تحتويها هي البوبليك ستاتيك فاينل، انت نورث، انت ساوث، انت ايست، انت ويست، انت سنتر. اخذنا بعض هاي الاشياء في الامثله السابقه، وايضا راح نرجع نقراها من جديد وناخذها كفكره. فيها كونستراكتورز لاي اوت، منها الكونستراكتور اللي ما ياخذ اي باراميتر، وفيها ياخذ بارامترين اللي هم يحددون الهوريزونتال والفيرتيكال. خلونا ندخل البرمجة وحتى نشوف كيف نعمل البوردر لاي اوت، بس قبل هذا خلينا نشوف الوقت 7 minutes، ما اتوقع انه صار عندكم صبر. نوقف حتى نبدأ بالدرس القادم بالكود. مع السلامة.